الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر الله تعالى بذكره، يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من القرآن العظيم. فأعلى الذكر القرآن العظيم، وهذا من تفاصيله. الإنسان يسبح ما شاء الله، يحمد ما شاء الله، يكبر ما شاء الله، يهلل ما شاء الله، يستغفر ما شاء الله، وهكذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، وخص الصباح والمساء بمزيد عناية، ثم بين ثمرة ذلك بقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فذكر الله تعالى فلاح وفوز وغنائم وأرباح وعلو درجة، وذكر في السماء وعصمة من الشيطان وقوة على الطاعة وحمية من المعصية وبركة في العمر وفي الزمن والشخص والأهل والمال والولد. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه كثرة ذكر الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه، في رواية: ولا يصلون على نبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. في لفظ في رواية أخرى: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وفي أحاديث أخرى أن الإنسان يذكر الله جل وعلا على فراشه إذا اضطجع، يذكر الله جل وعلا عند ابتداء اضطجاعه وأثناء ذلك وعند قيامه من فراشه، ومثل ذلك في الطريق إذا ذهبت لحاجة أو أتيت منها اذكر الله جل وعلا حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا، وتكون المرأة من الذاكرات لله كثيرا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم الذخر هذا. فينبغي لنا أن نتعود هذا، وأن نجعل رمضان، الله يبلغنا وإياكم إياه، على أحسن حال، ووفقنا صالح الأعمال، توب عن التقصير والإهمال، أن نأخذ منه دورة تأهيلية لاعتياد الذكر، لأن فيه فراغ طويل، وفيه إعانة على الطاعة، وفيه تحرز من الشيطان، ولذلك تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد مردة الجن مردة الشياطين، لإعانة العباد على طاعة الله تعالى وذكره وعبادته. قال بعض السلف رحمة الله عينه وعليم: إن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده في ساعات الليل والنهار، فكن ممن يذكر الله. يعني لازم ذكر الله في ساعات الليل والنهار. والله تعالى وصف عباده من يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وقال الآخر: إذا ذكرت الله تعالى، يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وصليت على نبي صلى الله عليه وسلم وآله، فادعوا الله، سله حاجتك يعني، فإن الله تعالى أكرم من أن يقبل ثنتين ويرد الثالثة، لأن الذكر مقبول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة.
الثالثة هي سؤال حاجتك أنت، اسأل الله تعالى حوائجك، فإن خزائن الله تعالى ملأ ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. والله تعالى وعد السائلين بالإجابة قضاء الحاجة، ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك الإنسان يحتاج إلى أن يعود لسانه أقل شيء، يعني أن يقول في سائر أوقاته كل 5 دقائق كل 3 دقائق كل 10 دقائق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورحمة الله وأستغفر الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. هذه تجمع خير الدنيا والآخرة، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. إذا قلت اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني تقول بين السجدتين، تعود تقول على الدوام، وإن كان لك حاجة معينة أدناها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه تعالى حتى شسع نعله، سير النعل إذا انقطع اللهم عوضني نعال جدد كذا. موقف السيارة في المواقف وعند المصالح الحكومية والشركات وشغلك، اسأل الله الموقف هذا أنه ما يصير فيه دقش لسيارك ولا كذا وكذا، واسأل الله المغفرة والرحمة ادخلها حتى يعطيك الله إياه. اسأل الله موقفا مباركا عند المسجد عند السوق عند المستشفى عند الإدارة، اسأل الله عن موقفه مبارك ما تضرر فيه ما يعتدى عليك فيه، واسأل مع ذلك من خير الدنيا والآخرة ما خطر ببالك والحاجة التي تهمك يقضيها الله لك، فهو أكرم من أن يقبل الثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ويرد حاجك مسألك. انتبه لها النقطة ذي، تعود هكذا ينبغي لنا يا إخوان. وأن الأب يعلم أهل البيت والزوج يعلم الزوجة والولد طالب العلم يعلم أهله والديه وأهل بيته حتى يتعلم منكم الخدم والعمال من الدلالة على الخير ومن السلامة من الشر. لا تقم عن مثل جيفة حمار، لا تكون يكون مجلسك حسرة عليه. وأقل الأحوال لو أنه ما حصل لك شيء عند القيام من المجلس قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تكون كفارة لما في المجلس من الخير وتكون ختم على ما في المجلس من الخير وتكون كفارة لما فيه من اللغو. وفقني الله وإياكم يحب ويرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.